السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا ومرحبا بمتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات كيفية تشغيل التقنيات الموجودة في سيارتك، ومعظم الناس ما يعرفوا طريقة استخدامها، وفي بعض الأحيان ما يعرفوا حتى أنها موجودة في سياراتهم، وهم دافعين قيمة هذه التقنيات، وهي المفروض تسهل عليهم وتساعدهم في عملية القيادة وتريحهم كمان. وهذه التقنيات مرتبطة بأنظمة السلامة والأمان. طبعا في كثير انواع من انظمه الفرامل النشطه، وهذا يعتمد على ماركه السياره والطراز، لكن انا بتكلم عن انظمه الفرامل النشطه المتوفره في سيارات بيجو، وهي ما تختلف كثير عن اللي موجوده في سيارتك، وهي توفر درجات مختلفه من دعم المكابح. النظام المتوفر في سيارات بيجو هو نظام الكبح المستقل الذكي، ومصمم عشان يتجنب الاصطدام أو أنه يقلل من شدة الاصطدام عن طريق تخفيف سرعة السيارة، واللي يشتغل إذا ما تفعل السائق بسرعة كافية عن طريق تنشيط مكابح أو فرامل السيارة. وظيفة التنبيه عن بعد تعمل جنب إلى جنب مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتقوم بتنبيه السائق إذا كانت السيارة معرضة للتصادم مع السيارة اللي قدامها أو مع أحد من المشاة في الطريق. طبعا في مستويات من التحذير. أول شيء تحذر أمبر، بيعطي تنبيه مرئي للمخاطر المحتملة. وتاني شيء لما تكون الحالة خطيرة أو خطرة يصير التنبيه مرئي ومسموع في نفس الوقت، يجيك أحمر. طبعا هذا يشير إلى وجود تصادم وشيك، كده السائق عليه ومطلوب منه عمل اللازم، واللي هو يضغط على الفرامل. وإذا فشل السائق في التصرف على طول، هذا يؤدي إلى تشغيل نظام الكبح تلقائيا في حالات الطوارئ. الكاميرا متعددة الوظائف الموجودة في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي مع رادار مثبت على الصدام الأمامي تكتشف العوائق على الطريق. النظام عنده المقدرة على اكتشاف السيارات اللي تتحرك في نفس الاتجاه أو اللي توقف على جنب مع مشاة أو ناس على الطريق. تفعيل خاصية المكابح النشطة بيتم من خلال شاشة المعلومات والترفيه اللي تعمل باللمس. ندخل على خاصية أو تقنية السلامة اللي هي سيفتي، ونضغط على الزر أون أو أوف، وبعدين تجينا على الشاشة أكتف سيفتي بريك. النظام يشتغل تلقائيا لما تشغل السيارة، وفيك تطفي أو تخلي النظام شغال عن طريق المنيو من خلال إعدادات السيارة، وهنا تختار سيفتي. أنظمة ذات أولوية، أول شيء عندك بريك أسيست، واللي هي مساعدة الفرامل. بدورها بتقوم بقياس السرعة والقوة لتطبيق الفرامل عشان تحدد إذا كان السائق بيحاول يوقف السيارة في حالات الطوارئ. وإذا كان بالفعل تحددت حالة الطوارئ، على طول يقوم النظام مثل ما قلنا بتطبيق ضغط إضافي على الفرامل عشان تسمح للسائق يستفيد استفادة كاملة من نظام منع انغلاق المكابح اللي هو ABS، واللي يمنع قفلة العجلة. ممكن شخص يسأل كيف حتساعدني أنظمة الفرامل النشطة هذه؟ أنظمة الفرامل النشطة ممكن تساعد السائق من خلال أول شيء اللي هو منع الاصطدامات الخلفية. طبعا هذا بيتم من خلال المساعدة بأقصى قوة فرامل في حالات الطوارئ. ثاني شيء تحذرك من احتمال حدوث تصادم مع سيارة قادمة كعائق أو عقبة. والسؤال اللي بيدور في بال السائقين هو هل أحتاج هذه التقنيات في سيارتي ولا لا؟ خلونا نتكلم عن الدراسات اللي انعملت بخصوص هذا الموضوع. الدراسات اللي انعملت على أنظمة الكبح أو الفرامل النشطة بتقول إنه الفوائد كبيرة جدا للسلامة على الطرق نتيجة انخفاض مسافات التوقف. أنظمة الفرامل النشطة بتقلل مسافات التوقف بنسبة 45% في تجارب اللي هي Simulator Trial. أنظمة الرادار الأولية عرضها بيقلل من معدلات التصادم بنسبة 75%. الفرامل أو الكبح التلقائي الجزئي بيمنع التصادم في 70% من الحالات. بالإضافة لنظام الكبح النشط في حالة الطوارئ، يتوفر في البيجو 508
مجموعة أنظمة السلامة على سبيل المثال وليس الحصر، نظام المساعدة على البقاء على خط المسار والكشف عن النقطة العمياء، ونظام تنبيه السائق المستوى الثالث يراقب سلوك القيادة بين المسارات أو الممرات. المجدوعي هو الموزع الحصري لعلامة بيجو في المملكة العربية السعودية مع صالة عرض متوفرة في الخبر وقريبا جدا في جدة والرياض. أما خدمات ما بعد البيع يتوفر مراكز صيانة في الرياض وجدة والدمام وحوالي 10 مراكز بيع لقطع الغيار منتشرة حول المملكة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa. وإذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال حطوا في خانة التعليقات وإن شاء الله حنجاوب على كل استفساراتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقود بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.